الستي عائشة سيدة الأندونيسية التي اعتقلت للاشتباه في علاقتها بحادث قتل الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اعتقدت أنها كانت تشارك في مسحة تلفزيونية مقابل الحصول على المال. قوة الأمن لقت القبض على مرأتين ورجل في إطار التحقيقات في الحادث بتهمة رش مادة سامة على وجه كيم جونغ نام. والدة عائشة تقول لقد قالت أنها تريد الذهاب إلى ماليزيا من أجل تصوير عرض كالكاميرا الخفية عبارة عن مفاجأة الناس عن طريق رش عطر على شخص آخر. عائشة بريئة كانت ترغب في المشاركة في هذا العمل من أجل المال فقط. كوريا الشمالية طلبت ماليزيا بالإفراج الفوري عن جثمان كيم جونغ نام دون أي شروط. سفير كوريا الشمالية في ماليزيا كانغ شو أكد أن بلاده لم توافق على عملية تشريح الجثمان وسترفض بشكل قاطع نتائجها. نحن ندين بشدة عمل الجانب الماليزي، لا يمكننا أن نفهم السبب، وسنقوم برفع هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية. وطلبت كوريا الشمالية ماليزيا كذلك بعدم التورط في مؤامرة سياسية من قبل القوى المعادية لها، في حين قالت ماليزيا إنها لن تفرج عن الجثمان ما لم توفر لها العائلة عينات من الحمض النووي.